أنا كنت جوا، أجت مرت أخوي بتقول لي شو يعني ارتقاء؟ بقول لها لا ما تقولي هاش. أول إشي أجي في بالي أمي بسرعة، بتقول لي شو يعني ارتقاء؟ بقول لها لا ما تقوليش. لا بتقول لي آه سعدية صح ارتقاء. قلت لها لا وانهرت وما قدرتش أقوم، ما تحملتش الخبر. أمي أغلى شي في حياتي، أنا متخيلتش حد قال لازم أزورها قبل كم يوم، بس ما زورتها. أصعب موقف في حياتي، ما عاد ما شفتهاش، يعني ما قالت ليش إشي، ما شفتهاش، كان بدي بس أشوفها، أسمع أي إشي، تقول لي أي إشي قبل ما تروح، بس ما تخلينيش لحالك، ما توقعتش أنا تروح، بس الحمد لله كل شيء، راحت شهيدة زي ما كانت هي بتتمنى الحمد لله. دائما تقول لي بدها تكون شهيدة، دائما كانت تقول بدها تكون شهيدة، الشهداء في شو أحسن مني، والحمد لله نلت الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. حسب ما سمعنا إنه هي ضربها مستوطن واعتقلوها بعدين اليهود، وكان الموضوع جدا صعب. وبعدين زرناها، بس تغلبنا بزيارتها، يعني زرناها أول مرة، كانت يعني لا تأخذ دواها ولا أي إشي، ولا عارضينها على أطباء ولا إشي مسوين لها. المرة الثانية كانت أصعب وأصعب، يعني أمي دايما كويس صحتها الحمد لله، رحت شفتها أول مرة بشوفها في هاي الحالة، كانت بترجف ومش قادرة تمشي ولا قادرة تحمل سماعة اللي بنحكي فيها معهم، مش قادرة تحملها ولا داري مين احنا اصلا، يعني تعرف علينا في الغصب، ما كانوش يعرضوها على اطباء ولا اشي، كانت هي مريضة ضغط وسكري بس ما اخذت دواء ولا اشي، جدا صحتها كانت على الاخر، يعني انا اول مرة اشوف امي في هاي الحالة. اول اشي الله يرحمها، وهي كانت امنيتها تكون شهيدة والله اعطاها اياها الحمد لله. طبعا احنا نتمنى انه احنا يصل جثمانها لهون مشان نشيعها، مشان نحتفل في شهادتها، الله يرحمها يا رب. نتمنى يكون في تسهيل للموضوع، لانه هي يعني مره كبيره في السن، يعني مش صغير انه مثلا حتى تتعامل هذه المعامله، الله يرحمها. اقل حق يعني انه نشوفها بسرعه. انا لي 7 شهور ما شفتها، 7 شهور أنا لا روح زرتها ولا إشي، أنا كنت أستنى فيها، أستنى يجي العيد، حكيت معها تلفون العيد اللي قبل هذا، وعيدت علي وعيدت عليها، وكنا متمنين إنها تطلع، كان غلطتهم إنه يعني ست كبيرة زي هاد ما كان لازم يعتقلوها. كانت توصيني تقول لي يا عمي بنتي هاي أمانة، ديري بالها عليك، وأنا عارف إنه بنتي محطوطة بيدين أمينة، ويا عمي مشان الله اطلعيني، أقولها ما باليد حيلة، تقول لي مشان الله يا عمي لا باخذ أدوية ولا برضى آكل ولا برضى أشرب، اطلعيني، أنا ما قدرت أطلعها، ما في إيدي إشي إلا غير إني أنا أتواصل من المحامي هذا للمحامي هذا، وأنا غيرت لها هذا ثالث محامي. ان انا غيرت لهم اياه، يعني انا ما قدرت، ما فيش باليد حيلي، انه اول مره وثاني مره والله